السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير أيها الأعزاء أيها الكرام في كل مكان، أرحب بكم في موعدكم التقنية الجديد من قناتكم سعد التقنية. وهذا الموعد هو عبارة على تتمة للموضوع الذي تكلمنا من خلاله عن اختفاء وسائل الدفع أو طريقة الدفع في جوجل أدسنس منذ تاريخ 26 فبراير 2021، أي يوم الجمعة، إلى هذا اليوم وهو ليلة ليلة الاثنين صباحة الثلاثاء 9 مارس 2021. وبالتالي أحببت فقط أن أبشركم أنه فعلا إذا دخلتم الآن إلى حسابكم جوجل أدسنس ستجدون أنه أصبح بإمكانكم تشخيص وسيلة دفع جديدة أو طريقة دفع جديدة من بين لشيك، وكذلك عن طريق الحسابات الجارية أو حساب بنكي خاص بك. فمع الأسف ومع كل أسف الخبر الحزين وهو أنه لم تعد هناك إمكانية لإضافة وسيلة ويسترن يونيون. يعني مع الأسف عندما كنت تريد أن تقوم بتشخيص طريقة دفع جديدة في جوجل أدسنس كنت تكتشف أنه فعلا كانت ويسترن يونيون متاحة، يعني سواء على الحسابات القديمة أو الحسابات الجديدة، لكن في الحسابات الجديدة تم توقف بتاريخ يناير 2021، الحسابات القديمة توقفت فعلا في مارس 2021. وبالتالي إذا كانت هذه الوسيلة لا زالت متاحة لديك أخي الكريم ولا زلت تتسلم من خلال الأموال، يعني بداية من 21 أو 22 من مارس 2021، استخدمها يا أخي الكريم، وفي نفس الوقت قم بفتح حساب بنكي من الآن كحساب احتياطي لكي تتوصل بالأموال عن طريق البنك أو ويسترن يونيون. يعني هناك ستكون لك حرية الاختيار بين الاثنين. لذلك فهذا هو الجديد الذي حصل، وهذه الأمور التي كان من الأول متوقع أنها ستحصل بالنسبة للحسابات القديمة. فمثلا أيها الكرام، السؤال الذي سوف أطرحه وستطرحونه جميعا وهو: ما هو مصير الحسابات التي لديها عملة اليورو أو الدولار؟ بصراحة أنا لدي حساب جوجل أدسنس منذ سنة 2008. بصراحة كنت أستخدم على طول ويسترن يونيون إلى حدود سنة 2020. المصير المتعلق بالحسابات التي تتوفر على اليورو أو عملة اليورو هو أنه عندما ستصلك إلى الحساب البنكي ستصل بين قوسين باليورو، وسيتم اقتطاع تكاليف التحويل. يعني هذا طبيعي الحال هو الأمر الذي يجب عليك أن تفهمه أخي الكريم، ويجب كذلك أن تستوعبه. ما إذا لم يكن حسابك حساب العملة، يعني إذا لم تتوفر على حساب بعملة اليورو أو الدولار، فسيتم اقتطاع كما قلت لك أيها العزيز تكاليف التحويل من اليورو إلى الدرهم. أما إذا كان حسابك على ما أعتقد بالدرهم المغربي، فأظن أنه يتم إرساله بالدرهم مباشرة وتتحصل عليه في حسابك البنكي بشكل كلي. فالسؤال الذي ستطرحه كذلك أخي الكريم وهو: كيف يمكنني أن أقوم بتحويل العملة من اليورو أو الدولار إلى الدرهم المغربي أو أي عملة عربية؟ فالجواب يا أخي الكريم سيكون بكل صراحة أنه لا توجد إمكانية لتحويل حساب من العملة ألف إلى العملة باء إلا في حالة واحدة، وهي إزالة الحساب أو توقيف الحساب وإنشاء حساب جوجل أدسنس من جديد لكي تستفيد من العملة الجديدة. وبالتالي فهذا هو مصير الحسابات القديمة مع الأسف، يعني ما عدا إذا جاء هناك تحديث في المستقبل يقوم بحل هذه المشكلة، ولكن في الوقت الراهن لا توجد إمكانية لتحويل من اليورو إلى الدرهم المغربي. وهذا طبيعة الحال أمر يبقى راجع للجهة التي ترعى وكذلك تدعم هذه الخدمة، وهي خدمة جوجل أدسنس. إذن أصدقائي الكرام، كان هذا كل ما في الموضوع. من الآن تستطيع أن تقوم بتشخيص وسيلة الدفع الخاصة بك عن طريق الشيك بونكر أو عن طريق حساب جاري. إذا لم تتوفر على حساب جاري قم بإنشائه من الآن، وأنا سوف أشارك معكم إن شاء الله في حلقات مقبلة للإخوة بالمغرب حلقة ستعجب الكثير منكم، وهي كيف نقوم بإنشاء حساب بنكي بصفر درهم لكل الشباب في جميع الأعمار
لكي تستفيدوا كذلك من عملية سحب الأموال عن طريق جوجل أدسنس. كل هذه الأمور سنتركها في باقي الحلقات، وبالتالي إذا أردتم المزيد من الفيديوهات قوموا بزيارة واحد من الروابط التي تظهر في الأسفل مباشرة، الموقع الإلكتروني كذلك المدونة، وأيضا تسطيب تطبيق سعد التقني على جوجل بلاي. لا تنسى الضغط على الاشتراك تظهر هنا في المنتصف، اضغط عليه إن لم تكن مشترك بالقناة، وفعل الجرس لتتحصل على جديد الإشعارات. أخوكم سعد يحييكم دائما في أمان الله.